حتى في المحافظة المستقرة نسبياً والتي لا تهدأ فيها تلك المشاريع الهادفة لتطويرها، لم تستطع محافظة مأرب الإفلات من ذلك الوباء الخطير المنتشر في معظم محافظات الجمهورية. مرض الكوليرا بدأ بالتسلل إليها. مكتب الصحة في مأرب وجه نداء عاجلا للجهات المعنية، والمقصود بها الحكومة الشرعية التي تتهم بالتقصير في مواجهة هذا الوباء، وكذا المنظمات الدولية لدعم المكتب بالمواد والمحاليل الدوائية اللازمة لمواجهته. مدير المكتب عبد العزيز الشدادي قال بأن عدد حالات الإصابة بالإسهالات الحادة في ارتفاع متزايد، مشيرا إلى تسجيل 5 حالات وفاة و175 حالة اشتباه بالإصابة. حدود وباء الكوليرا يستمر بالاتساع، والمنظمات الدولية تصدر بدورها إحصاءات شبه يومية توضح حجم الكارثة الكبير، حيث كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بشأن وباء الكوليرا والذي أودى بحياة مئات اليمنيين عن تضرر المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع بشكل غير مسبوق، مقابل انحسار كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كما تقول المنظمة. ووفق آخر تقرير شمل معظم المحافظات اليمنية صادر عن المنظمة الدولية، تم تسجيل 179,548 حالة اشتباه بالوباء، بينها 1,205 حالة وفاة منذ عودة الوباء في 27 إبريل الماضي. الإحصائيات أظهرت تسجيل أغلب حالات الوفاة والاشتباه في مناطق سيطرة الحوثيين فقط، فيما شهدت المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وخصوصا جنوبي وشرقي البلاد تراجعا ملحوظا. بالرغم من هذه الأرقام والارتفاع المخيف بعدد الوفيات وحالات الاشتباه، تظل الجهود لمحاربة مرض الكوليرا أقل بكثير بالنسبة لحجم الكارثة التي تعاني منها البلاد.